يا جماعة الخير في حلقة جديدة من قناة لولو الخطاف. طبعا من زمان ما طليت عليكم واعتذر وايد. لحظة يا جماعة، اللي عارفني وايد وايد واللي تابعني بالانستا ستوري عارف شيء واحد وايد وايد مهم، ان انا توني وانا قاعد اشتري بديني عشان اكتشف انه ماكو خاتم بيدي، وانا وايد احب البس خاتم. والله يا جماعة ثلاث ثواني وراجع. اوكي يا جماعة الخير، فالحين وايد وايد متحمسة. طبعا الحين ارتحت لان البس خواتم، والله يعني انا احس الخواتم جزء من حياتي لما اطلع وشي والبسه. المهم يا جماعة الخير، اليوم ان شاء الله راح يكون الفيديو الاخير من سلسلة البرتقال. ادري اني وايد طولت عليكم وكل شيء، لكن انا كنت انطر اليوم مناسب عشان اصور لكم الاشياء اللي شريتهم من الشبونة. ترى ادري انكم تضحكون، بس والله يعني انا شريته صار لي كم من متى سافرت لشبونة وللحين ما صورت لكم شنو شريت، وللحين ما لبست اللي شريته. قلت انه بختم هالحلقه ان انا اوريكم مشترياتي اللي شريتهم بشكل عام، واذا عجبتكم هذه الفقره ان انا لما اسافر اشتري بعض المشتريات، لا مو اشتري بعض المشتريات، اصور لكم بعض المشتريات شريتهم، فانا راح اكون وايد مستانسه وراح استمتع وايد ان انا اصور الاشياء اللي شريتها لكم عشان ان الكل يستفيد من بعض ونشوف شنو خيارات الناس بالسفر. اوكي يا جماعه الخير، اتمنى 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 اني اكون قراب منكم اكثر واحصل القبول منكم، لان راح استانس اكثر اني استمر بهذه القناه بشكل عام. فكل اتمنى منكم تنشرون قناتي هذه وتنشرون فيديوهاتي اللي احطها لكم، واي اقتراحات تبونها تصير بشهر رمضان تكتبونها تحت. يا جماعه طاعه وبتهبل حشره ايش دبانه. رايحين حاليا ليدي باجر، هي واحده من اشهر المكتبات اللي موجوده في البرتغال في لشبونه تحديدا. والغريب العجيب من الاريا كلها اللي صوبت كلها مطاعم وكافيهات وجرافيتي افري وير، وايد حبيت. تيانن المكتبه تيانن وايد وايد عملاقه، فيها سكشن مني وقهوه وايد تشوق. يا جماعة كل يوم تيون هني تقرون كتاب وهذا المنظر، الله والله الجنة نار. هذه من أكثر المكتبات المتميزة هني بالبرتغال، اللي فكرتها يعني وايد وايد شيء التكوين الصناعي، إنهم يركبون أكثر من شيء في مكان واحد. والغريب إن أخيراً لقيت كتب أجنبية. أغلب المكتبات اللي أعرفهم تكون كتب برتغالية إسبانية، بس هذه المكتبة فيها تقريباً كل أوبشن، بس ما أدري في عربي ولا لا. يا جماعة الخير هني بالبرتغال كل مكان في فريدا كالو، وايد كل مكان كني قاعدة بالمكسيك، وايد يحبونها. يعني بوريكم هني دلاق حصلته، شوفوا أبي كل مكان وايد يحبونها. والله حصلت عبارة يا جماعة. هذا المحل من أشهر محلات الآيس كريم في لشبونة، قديم وايد، مفتوح من 1949. يتميز هو جيلاتو أصلي عجيب، اصلا ما ذقته وايد. انا ساعات ابالغ يعني شلون انت ما جربتي، شلون تقولين اصلي وعجيب. المهم راحوا يطلبوا لي، قلت لهم ابي ستروبيري وفانيلا زين، واحب انا احب فليفر التشيز كيك، عرفتوا يعني ما احب اكل تشيز كيكه، تشيز كيكه اوكي، بس احب اكلها كايس كريم فبجربه. يقولون هذا واحد من اشهر الاماكن، حتى ستايله يعني مميز يونيك، شي يبين انه احمر وابيض مخطط. يا جماعة صجية أبي عجيبة وايد نتفة. يا جماعة الخير، عندي واحدة من رفيجاتي وايد وايد تحب البط، البط اللعبة تعرفون هذيلا اللي يسبحون مع اليهال شي. أيوة بالضبط، أنا أول مرة أشوف واحدة شي. المهم مو هني الموضوع، جايبينها مكان كله بط، محل شكبرة عجيب، بنشوف الرياكشن مالها. يلا يا جماعة جوسة إيش دعوة، أوفر أوفر يا جماعة إيش دعوة، كلها بطتين ملوت مسبح. شاي بطة تتعرف عليها يا طيبة. أبا لا أوفر أوفر يا جماعة، مبالغة. الأهم شنو البطة أغلى من الوجبة. يلا بس نبلش. البطة الخروفة، البطة المغوارة، البطة المتحجبة، البطة المتزوجة، البطة القراصنة، البطة اليهودية. اللي ما شاف فيديو يا جماعة مال الحي اليهودي يشوفه. من اكثر الاشياء والحلويات اللي تتميز فيها لشبونه شيء بوريكم اياه، واحنا حاليا في ستور عمره تقريبا اكثر من 100 سنه، في 1837 تم انشاءه. يلا ندش. هي شكل الحلويات البرتغاليه المشهوره، وهذا اقدم محل.
يا جماعه تدرون شنو اسم هذه الصغيره الاكله مالتهم؟ باستيل. بس اذا يعني تطلبون اكثر من واحده باشتيش، شيء يعني اكثر من واحده، اكثر من قطعه. سلام الصوت. جماعه طال الارضيه كاتبين اسم المحل ابو عجيب. مع الخير بقول بعض النقاط الأساسية المهمة البسيطة اللي ممكن أقولها عن البرتقال. أول شيء البرتقال وايد وايد دولة حلوة مريحة صغيرة. أنا أصلاً بهالسفرة تروش اكتشفت بشكل عام إن أنا أحب المدن الأوروبية، اللي أحب المدن الأوروبية. أنا اكتشفت هالشيء. يمكن أوكي رحت مدن أوروبية مشهورة، لندن، باريس، أمستردام، وايد أماكن بلجيكيا، بس اكتشفت إن أنا أحب المدن اللي مو وايد مشهورة، مع اني احب لندن واحب باريس اموت عليهم. اكتشفت ان انا لازم انهي واخلص المدن اللي رحت لها باوروبا، لان انا احس هالشيء وايد شيء حلو، واني راح استانس اكثر لو اني ادور المدن اللي موجوده باوروبا. يعني مثلا رحت ايطاليا ميلانو قبل السوشيال ميديا ب 2010، يمكن انا السوشيال ميديا دشيت ب 2011، يعني مو يوتيوب كيوتيوب، اقصد السوشيال ميديا كانستغرام وتويتر وكذي. ميلانو مثلا رحت، بس ما رحت فلورنس. فلورنس بالنسبه لي الله، روما بالنسبه لي الله اكثر من ميلانو. ميلانو هي العاصمه المشهوره و و و، بالنسبه لي لا، اشوف ودي اروح فلورنس، ودي اروح روما، فما رحت لهم. رحت ايطاليا اي صح، رحت اسبانيا ورحت باسبانيا، رحت برشلونه، يعني ما ابي يا اخي، ابي اروح باسبانيا، بروح الحمراء، هذيل الاماكن شي فاهمين. اوكي وايد مشتطه انا الاندلس سابقا يعني. المهم شريت هذا الادلاق يشوك، هذا الادلاق على لشبونه، ادلاقات غريبه وايد غريب. لحظة خل بطلع يا جماعة خل نجربه. لا لا صدق خل نجربه. شوفوا يا جماعة بقول لكم شيء، إذا شفتوا هالشيء لا تسوون كذي. سويت. أوكي سويت. المهم خل أقول لكم ليش، لأنه ساعات، لا لا والله لازم تجيبون مقص، لأنه ساعات مرة سويت الحركة بجنطة، والجنطة كان فيها مثل كذي حديدة ضعيفة، أوكي؟ شنو صار؟ كانت تنقطع الجنطة كلها. وليومكم هذا ماكو مكان يصلحها. فايش تسوى عليكم يا جماعة؟ قصوا بمقص، لحظة بروح أجيب مقص. أوكي يا جماعة راح أقصه. قصوا شوي شوي كذي تقصونه، أوكي؟ بعدها تحاولون تطلعون هذيل. انا خليت سايز 35 وطالع، ان انا البس 35 يا رب يكون اوكي علي. انا مو ستايل كذي دلاقات، بس لا راح يصير ستايل، راح احاول مع انه صعب يصير ستايلي فجاه يعني اقلب حق شي ستايل، بس نحاول. وشريت واحد شويه كلاسيك مكتوب عليه شو اسمه لزبن بالانجليزي، ليزبو يعني بالبرتغالي اتوقع يا رب يطلع صح. شوفوا هذا كلاسيك اكثر، في العباره عليها جماعه سمعوها من اختكم اللي ياما جابت العيد باشيائها. الله ستايلي يا جماعه، المساء مو ستايلي، تحسون يعني شوي هذا كلاسيك يعني بالشتاء رايحه لندن انا البس ترى هذيل مو مع جوات رياضه مع نعل، اتوقع عرفتوا ستايلي، تاخذ شي لابسه معنعال ورايح تمشى بلندن. الشيء الحلو وايد اللي هو هذا القلب، وهو اساسا كان هني داخل التشيس، بس انا شقيته يعني اعتذر يعني انا كنت البسه قطنت فيه. شوفوا ايش زينه ايش زينه ايش زينه، انه يا انكم تلبسونه كذي لفه وتقطونه بس كذي، اوكي؟ مره صورته انا بالفيديو السابق، زين؟ هو قالي يعني اكون صريحه معاكم، ويمكن هذا اغلى شيء شريته لانه هاند ميد، مسوينه صناعه يدويه. الطريقه الثانيه انكم تصغرونه اكثر يرابط كذي وتدخلونه وتسوونه، يعني حطيت لكم صوره هني تشوفونها. فهذا هو القلب، شوفوا كذي يلبس صغير وبسيط. شريت منه هذا اللون جولد ذهبي، انا روز جولد، مع ان انا مو صديقه الروز جولد، بس كل يعني لما لبسته وايد كان شكله ذرب وحلو. شوفوا عجيب صح؟ مغناطيس عجيب حق الثلاجه مالتنا، عشان شنو؟ فيها مني مغناطيس تحطونها يعني شي ورا، وتحطون كذي مثلا نوتس وتحطونهم نوتس اربع نوتات. الحين انا وايد احب المغناطيس ويهمني احط حق ثلاجتنا كل ما اروح مدن، فشريت هني ثلاث انواع حق الثلاجات بورتو. الحين بعد قلب انا وايد، لا تخيلوا هذا مو قلب، تعرفون محل مانجو محل مشهور، كان ندش هناك. شوفوا يعني المانجو، بس خليني اقص هذا، هو حزام، بس بوريكم شلون ان انتم تقدرون تصيرون وايد كرييتيف بالاشياء، يعني انتم لما تشوفون الشيء ينباع مثل هالشيء مو بالضروره انكم تلبسونه مثل هالشيء. طبعا هذا لما انباع على انه هو حزام، نلبسه شي بحر مع دريسز بيض مع قميص ابيض، فقلت راح اسوي قلب. عجيب. طبعا هذا القلب مثلث يشوك. الشيء اللي ما تعرفونه عني، انا وايد احب الاشكال الهندسيه الحاده، يعني مربع مثلث احب وايد وايد هالشيء، اكثر مما احب اشياء دائريه، احب اشياء الحاده، يعني حتى بيتنا احنا مدور الدرايش، قلت حق ابوي يبا لا بليز، يعني انا احب الاشياء الحاده، احب الاشياء المستطيله المربعه، ترى دريشتي لو تشوفونها كذي صايره، وانا ما احب الاشياء البيضاويه ما ادري السيركل ما الدائريه، احب الاشياء الحاده. فهذا واحد بالشارع قاعد يسويهم بيده،
بيده، شوفوا يعني هذا ترى المعدن اللي هو يلعب فيه بيده، وشنو حاط لكم هذا تصغرونه وتكبرونه، عجيب يعني. هو خيط خيط عادي ترى، وايد بسيط اصلا، يمكن سعره 3 يورو يعني، مو بذاك السعر، لا عفوا 5 يورو يعني، شيء بسيط يعني، بس شنو حلو. انا يعني البسه وايد استانس لما البس شيء اشياء. شيء صناعه يدويه شريته من معرض، المعرض هذا في جاليري، يعني شنو يعني جاليري؟ في لوحات قاعد تنعرض رسومات وكذي، ودار مدار الجاليري في ناس تبيع يعني تبيع اشياءها. في شنو وايد حبيته، اي موت. شوفوا يا جماعه ينن هذا ستيكي نوت، وايد حلو يشوك شي كتكوت وعنونو. قصة بمقص اوريكم اياه، يعني انا مو نوعي احب، بس ساعات الزكم عند باب داري وانا طالع شي اكتب لولو لا تنسين تاخذين شي لولو ترى ما يشيلو شي، عرفتو؟ فوايد حبيتها، في اكثر من سايز واكثر من درجة من الالوان واشياء صغيرة، فهذه الوايد صغيرة، في رقم ما ادري كم. المهم هذه هي يو اس بي، هذه اليو اس بي تشترونها من ابل ستور، عشان انا انقل على طول الميموري للتلفون، يعني عجيب تركبونها بالتلفون وعلى طول يشتغل وياكم. بس في شيء غبي سويته، غبي وايد وايد وايد، انا شريت هاي الوصله، هي مالت لابتوب مو مالت تلفون. كان عندي واحده كنت استخدمها بامريكا وكذي، اخر شيء ضاعت. هذا راس اللابتوب، يا رباه شريتها وقطيت فلوس على الفاضي، بس الحين قمت استخدمها على لابتوبي. شوفوا يا جماعه، انا لما كنت اتمشى بشوارع البرتغال بشكل عام، كنت ادش المكتبات الصغيره، وايد انجذب لهالشيء حتى لو ما افهم، بس الكتب الاشياء القديمه، احب الاشياء القديمه وايد، ما تخيلون يعني. اللي يعرف شخصيتي من قبل خلاص دريت اني احب اشياء قديمه، دريت جوي بالموسيقى، خلاص يعني هزت صرت جزء مني، فانتوا عارفين شنو احب. فشريت هذه اللوحه، شوف شلون مشققه وسخه، لا ردي شوفها، عجيب ما ادري، احس يعني احس اللوحه، احس اللوحه قاعده تتكلم، والله يا جماعه احس اللوحه قاعده تتكلم، يعني ما اقدر اوصفها اكثر، بس انا عجبتني بشكل ما تتخيلون ايش كثر. احس اللوحه عميقه عميقه، وانا عاجبني هذا الشيء ترى مشقق، يمكن اعلقه هني، اعلقه هني بداري يعني عادي. انا اصلا تلاحظون بداري انا حاطه شيء اشياء قديمه من كل دوله، لا هاي قاعد تشلع وانا الحين ما صورت، اوكي. شنو بعد شريت بنفس المكان هذا الاشياء القديمه؟ هذه المجله القديمه تنباع هناك، وايد حبيتها قلت باخذها، قاعد تتكلم عن كل شيء، تتكلم عن مقابلات، تتكلم عن افلام، تتكلم عن حديقه الحيوان، شوفوا وايد حبيت، يعني احس انه ما ادري حلوه حلوه، احب الاشياء القديمه يا اخي ما ادري. الشيء الاخير اللي شريته من لشبونه، لاحظوا ان انا ما شريت هدوم هالمره، يمكن اللي هم ان يعرف يعني الاشياء اللي تابعهم يدري ان انا لولو اشتري اونلاين وايد، اوكي. واذا مو اونلاين وين اشتري؟ راح اشتري من دول اسيا، ليش؟ لان دول اسيا مثل كوريا، الصين، اليابان، تايلاند، وايد ستايلهم ستايلي واحجامهم بتيت، فانا احب الاشياء اللي تكون كبري، مو بس كبري، احب تكون يونيك، يعني قطعه مختلفه، جديده، متميزه، يعني لازم لما تمر سنه لازم يا اروح تايلاند ولا هذا الدول اللي قلتهم، لازم اروح مره بالسنه من اربع دول اللي قلتهم من قبل، فاحس هناك القى ستايلي واستانس وايد لما اشتري منهم، وقطع مختلفه اروح اشتري حق سنه قدام او اشتري اونلاين. تترى المهم يا جماعه، هذه هي الشيء بسيط بوست كارد تكتبون عليه، بس شنو المميز فيه؟ ان انا ما راح اعطيه حق احد لانه هو عاجبني، انا قلت ببروزه وبحطه، انه هو صناعه يدويه مالت الريسايكل، هذه الخامه اللي يسوون فيها الريسايكل يعني اعاده التصنيع والتدوير. فبشكل عام هذه كل اللي شريته من بورتو ولشبونه، واتمنى ان عجبتكم الاشياء اللي شريتها، واتمنى انكم استمتعتوا بهذا الفيديو، ادري طولت عليكم وكل شيء، بس انا وايد وايد احبكم وايد استانست معكم. وبالنهايه يا جماعه الخير، اتمنى ان عجبتكم الحلقه، واتمنى ان استانستوا اكثر بهذه الفقره، وابي تدرون شنو اكثر شيء ابي انكم تقولوا لي شنو تبون تسمعونه مني، شنو تبون تعرفونه، راح اكون ممتنه ووايد مستانسه. وبقول شيء بسيط حق الناس الجدد اللي متابعيني، انا عندي قناه باليوتيوب اخرى اسمها الخطاف سيستر، هذه القناه فيها مليون وشيء فولورز، نحط فيها اشياء كثيره، نتشارك فيها انا واختي حصه، بس هذه القناه تكون اكثر متخصصه حق الاماكن السفر وكذي وهذه الاشياء، فوايد متحمسه ان احنا ننزل حلقات جديده هني وهناك برمضان، فاكتبوا لي اقتراحاتكم، راح اتشرف اني ارد على الجميع. وبس احبكم يا جماعه الخير، ولا تنسون تسوون سبسكرايب ولايك وكومنت وشير على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، اذا تبون اي شيء انا حاضره باذن الله، مع السلامه.